مشاهدينا نذهب إلى مجلس الأمن حيث هناك كلمة للدكتور بشار الجعفري في جلسة خاصة لمجلس الأمن طبعا حول قرارات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. مجلس الوزراء في ماليزيا لهذا الاجتماع. السيد الرئيس، تكتسي مبادرتكم لتنظيم هذا الاجتماع حول تنفيذ القرار 1540 أهمية كبيرة في الوقت الراهن بالنسبة لبلادي، فقبل 12 عاما اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 1540 إدراكا منه للحاجة إلى تعزيز الجهود الهادفة للحد من التهديدات الناشئة عن إمكانية حصول الجماعات الإرهابية والجهات الفاعلة الأخرى المسمات من غير الدول على أسلحة دمار شامل أو مواد تصنيعها أو معدات إيصالها، وقد أفلحت الجهود التي بذلت على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية لتطبيق أحكام هذا القرار في تحقيق بعض النتائج الإيجابية. ومع ذلك وبالرغم من كل ذلك، لا تزال هناك ثغرات كبيرة يستغلها الإرهابيون للحصول على أسلحة دمار شامل واستخدامها لتحقيق مآربهم الإجرامية. لا بل إننا نرى انخراطا مباشرا لحكومات دول أعضاء في هذه المنظمة في تزويد الجماعات الإرهابية بأسلحة كيماوية أو مواد إنتاجها، وتورطا لدول أخرى بعضها للأسف يدعي شيئا هنا ويمارس غيره على أرض الواقع، في غض الطرف عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي تمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لا تقتصر أبعاده على دولة أو منطقة جغرافية معينة. السيد الرئيس، إن الانتهاكات الخطيرة للقرار 1540 تتجلى كحقيقة للأسف فيما تشهده بلادي سوريا من استخدام الجماعات الإرهابية الإجرامية لمواد كيماوية مرات عدة ضد المدنيين والعسكريين وبدعم من حكومات دول عربية وأقليمية وتواطؤ أجهزة استخبارات دول نافذة في هذه المنظمة بعضها عضو في هذا المجلس الموقر للأسف، وكمثال حديث مؤلم على استخدام الجماعات الإرهابية المسلحة التي تنشط على أراضي بلادي سوريا لمواد كيماوية، أشير إلى قيام الجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة حوش الفارة في ريف دمشق بتاريخ 13/6/2016 بإلقاء قنبلة تحتوي مواد كيماوية على عدد من جنود الجيش العربي السوري. أما المثال الأحدث فهو قيام الجماعات الإرهابية المسلحة بتاريخ 2 آب الجاري أغسطس 2016 باستهداف منطقة العواميد في حلب القديمة بقذائف تحوي غازات سامة أودت بحياة ستة شهداء مدنيين وإصابة 20 آخرين بحالات اختناق. هنا لابد من إلى أن بعض أعضاء مجلس الأمن ما زال مصمما على وصف الجماعات الإرهابية التي شنت هذه الهجمات الكيماوية بالمعارضة المعتدلة بعد تعديلها وراثيا في مخابر أجهزة استخبارات دول هؤلاء الأعضاء، وما زال هذا البعض يزود هذه المعارضة الإرهابية المرتزقة بالسلاح والمال والغطاء والدعم اللوجستي مراهنا على إطالة أمد الأزمة مهما كان الثمن فادحا، وفقا لما صدر مؤخرا من تصريحات على لسان السيد روبرت مالي مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط. هكذا قال السيد روبرت مالي: لقد قامت حكومة الجمهورية العربية السورية بإطلاع السيد مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بحادثة منطقة العواميد، وطلبت منه إرسال بعثة لتقصي الحقائق في الادعاءات حول استخدام المواد الكيماوية في سوريا للتحقيق وبشكل فوري في الحادثة، وذلك حرصا من سوريا على كشف الحقيقة حول ارتكاب الجماعات الإرهابية المسلحة لجرائم استخدام الأسلحة الكيماوية وتحديد هوية الفاعلين ومن وراءهم. كما قمت مؤخرا بتكليف من حكومة بلادي سوريا بإبلاغ مكتب السيد الأمين العام ورئاسة آلية التحقيق المشتركة الجيم بمعلومات عن قيام المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش
بتجهيز ما يقارب 450 قذيفة مدفعية، قذيفة مدفعية مزودة بغازي الخردل والكلور السامين في مدينة الموصل العراقية ومحافظة الرقة السورية، وذلك بإشراف مسؤول في التنظيم عن تصنيع المواد السامة هو الإرهابي عبد الرحمن النوي، حيث تم نقل عدد من تلك القذائف إلى محافظة دير الزور السورية. وكانت حكومة الجمهورية العربية السورية قد نقلت من خلال عشرات الرسائل الرسمية التي وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 التي تترأسونها معلومات حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهاب في بلادي، وخاصة الحكومتان التركية والسعودية، بتسهيل حصول الجماعات الإرهابية المسلحة على أسهلة أسلحة ومواد كيماوية. وقدمنا لمجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بتطبيق القرار 1540 بدءا من رسالتنا المؤرخة في 8/12/2012 وانتهاءا برسالتنا المؤرخة في 8/8/2016 معلومات مفصلة وموثقة عن قيام عناصر من تنظيم القاعدة بتصنيع واختبار أسلحة كيماوية على أرانب في مختبر يقع بمدينة غازي عنتاب التركية، تمهيدا لاستخدامها ضد المدنيين السوريين، وكذلك عن محاولة الإرهابيين إدخال كميات من غاز السارين، لترين من غاز السارين تحديدا، عبر الأراضي التركية بعد أن نقلوها على متن طائرة مدنية من ليبيا إلى تركيا في شهر أيار 2013 لاستخدامها في سوريا وتوجيه الاتهام للحكومة السورية فيما بعد بأنها هي التي فعلت ذلك، وقد حصل هذا الأمر. كما وفينا اللجنة بعدة تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو تؤكد حيازة الجماعات الإرهابية لمواد كيماوية واستخدامها في مناطق سورية عدة. وبالرغم من كل ما تكشف عن محاولات الجماعات الإرهابية لتهريب أسلحة كيماوية ومنها غاز السارين عبر الأراضي التركية إلى سوريا، ورغم التقارير الدقيقة التي تتحدث عن وقوف دول بعينها خلف الاعتداءات التي كانت قد طالت كلا من بلدة خان العسل في ريف حلب ومناطق في ريف دمشق في 21 أب أغسطس 2013، فإن مجلس الأمن لم يحرك ساكنا، لأن دولا نافذة فيه عملت على منع فريق الدكتور سيلستروم من الاطلاع بمسؤولياته في مواجهة التهديد الإرهابي الذي تتعرض له بلاد سوريا. وشنت هذه الدول حملة من التهديدات بالعدوان على بلادي، وبدأت ترسم خطوطا حمر وخطوطا خضر وخطوطا صفراء لنفسها. لا بل إن هذه الدول ذاتها تغاضت عن ضرورة مساءلة حكومات الدول الأعضاء التي تقوم بدعم هذا الإرهاب، ناهيك عن قيام هذه الدول إياها بعرقلة مشروع القرار الروسي الصيني المقدم في مجلس الأمن والرامي إلى اتخاذ تدابير استباقية لمنع الجماعات من غير الدول من حيازة واستخدام الأسلحة الكيماوية. السيد الرئيس، تؤكد حكومة بلادي مجددا التزامها بالصكوك والمقررات الإجراءات المعمول بها للتعاون وتبادل المعلومات والتنسيق لمواجهة التهديد المتمثل في وصول أسلحة الدمار الشامل ليد الإرهابيين والجماعات من غير الدول. وقد عززت الحكومة السورية من إجراءاتها ذات الصلة بشكل مستمر، ووافت لجنة القرار 1540 بخمسة تقارير وطنية حول تنفيذ هذا القرار. إن حكومة بلادي تطالب مجلس الأمن ولجنته الفرعية مجددا بالاطلاع بالمهام الموكلة إليهما لضمان عدم حصول الجماعات الإرهابية الناشطة على أراضي بلاد سوريا ومساءلة الدول الداعمة للإرهاب على فعلها الشنيع هذا، لأن من شأن ذلك المساهمة بشكل فعال في الجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق الولاية المناطة باللجنة الفرعية المختصة في معرض تنفيذ القرار 1540.
ختاما السيد الرئيس، أود أن أشير إلى أن الزميلين مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد أشارا إلى أن لجنة التحقيق المشتركة الجيم ستنظر في الحالات التي تم استخدام السلاح الكيماوي فيها مؤخرا، وهذا الكلام يدل على أن هذين الوفدين اللذين يمثلان دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن لا يعرفان عما يتحدثان على الأطلاق، لأن ولاية الجيم لا تشمل الحوادث التي جرت مؤخرا، وإنما تقف عند الحالات التسع التي كان قد تم تحديدها من قبل لجنة FFM سابقا. ولذلك فإنه من المعيب أن يتحدث ممثل دولة دائمة العضوية عن ملف وهو على غير دراية به، خاصة إذا كان هذا المندوب يأتي من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. شكرا سيد الرئيس.